بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 59 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، إخوة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير، وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نحييكم في مستهل هذا اللقاء الذي من خلاله نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في البداية، السلام عليكم الشيخ صالح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذا السائل في بداية هذه الحلقة يسأل، يقول: ما حكم التوكل، وهل عدم فعل الأسباب يمنع التوكل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. التوكل هو تفويض الأمور إلى الله سبحانه وتعالى، والاعتماد على الله عز وجل في حصول المطلوب، وهو أعظم أنواع العبادة. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أعبده وتوكل عليه. التوكل نوع عظيم من أنواع العبادة، ولا ينافي اتخاذ الأسباب، بل يجب الجمع بينهما، بين اتخاذ الأسباب مع التوكل على الله سبحانه. ولا يجوز الاقتصار على فعل الأسباب ترك التوكل على الله، كما لا يجوز الاعتماد على التوكل على الله وترك الأسباب. النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد المتوكلين، وكان يفعل الأسباب، كان يلبس الدروع في القتال، ويلبس الثياب لتوقي البرد، كان يستظل من الحر والبرد، وكان يأكل الطعام، لأن أكل الطعام من أسباب علاج الجوع، مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. الذي أمر بالتوكل هو الذي أمرنا بالأسباب سبحانه وتعالى، أمرنا باتخاذ الأسباب. قال جل وعلا: وخذوا حذركم. هذا سبب أخذ الحذر. وفي صلاة الخوف: إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، إلى آخر الآية. هذا من الأسباب. ما أمرنا بأن نقول الله يكفينا العدو ونصلي الصلاة العادية، هو لا، صلاة الخوف هذه من اتخاذ الأسباب. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ صالح. هذه أم إبراهيم من الرياض تقول: أنا امرأة كبيرة في السن، وقد أتعبني وأتعبتني الولادة في كل عام، ما حكم تحديد النسل لظروفي الصحية؟ أفيدوني بارك الله فيكم. لا تكرهي الإنجاب، فإنه خير لك وللمسلمين. وإذا كان الإنجاب يضرك ضررا بينا، فراجع الأطباء. إذا قرروا منع الحمل وأنك مضطرة إلى منع الحمل، فلا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما المقصود بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن حق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج؟ نعم، إن أحق الشروط ما أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. واضح، المسلمون على شروطهم في الأنكحة وفي غيرها، إلا شرط أن حل حراما أو حرم حلالا. الشروط لازمة، المسلمون على شروطهم، وآكد الشروط هو الشروط في عقد النكاح، أن يوفي المشترط من الزوجين بشروطه مع الآخر. نعم. أيضا سؤاله الآخر يقول: إذا اشترطت المرأة على الرجل عند عقد النكاح بالشروط، هل يلزم الوفاء بها؟ نعم، شروط الموافقة لكتاب الله وسنة رسوله يلزم الوفاء بها. نعم. أحسن الله إليكم بارك الله فيكم. هذا السائل حفظكم الله يقول: يا شيخ صالح، أسأل عن حق الزوجة، أو عن ما تراه بعض الزوجات، حيث بعضهن يقولون أننا لسنا بمجبرات على خدمة الزوج في حياته، حيث أن حق الزوج فقط في المنام، فما حكم ذلك؟ الزوج له حقوق على المرأة، ومنها خدمته، لأن الصحابيات رضي الله عنهن كن يخدمن أزواجهن، وهذا الشيء معروف. حتى فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها كانت تخدم في البيت، وكانت تروي الماء على ظهرها، حتى أثرت القربة فيها، وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخدمها، فالنبي أبى أن يخدمها من بيت المال.
أبى أن يخدمها من بيت المال، وأرشدها إلى الاستعانة بالتسبيح والتهليل والتكبير، فكيف لا يكون على المرأة حق لزوجها في الخدمة وعمل البيت؟ نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز للأب أن يرغم ابنته على الزواج من شخص لا ترغبه، حيث أن هذا الأب شديد في تعامله مع أسرته ومع بناته، وهو يريد أشخاص معينين، فما حكم هذا الزواج لو تم مرغما عن البنت؟ لا يجوز هذا الزواج. إذا كانت لا ترغب الزوج فلا يجوز لأبيها أو وليها أن يجبرها عليه، لا بد أن يأخذ رأيها ورغبتها، لا بد أن تستأمر وتستأذن في العقد، هذا حق لها. لكن لو أن والدها تعسف وأجبرها على زوج لا تريده فلها الخيار، إن شاءت فسخت هذا النكاح وإن شاءت أمضت. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: انتشرت في هذه الأيام فتوى مهمة حيث توضح أن صلاة الفجر ينبغي ألا يصليها الشخص أثناء الأذان أو بعد الأذان مباشرة، بل ينتظر نحو ثلث أو ربع ساعة أو أكثر، ومن صلى أثناء الأذان أو بعد الأذان مباشرة لا تصح صلاته، ما حكم ذلك؟ هذا كذب، وهذا كذب وضلال. إذا طلع الفجر الثاني تصح الصلاة، ولكن كون الإمام ينتظر حضور الجماعة أو تلاحق الجماعة هذا واجب، ما هو من أجل أنه ما تصح الصلاة، لكن من أجل انتظار الجماعة يحضرون، وإلا إذا طلع الفجر صحت الصلاة الفجر عند ذلك. والذي يقول إنها لا تصح هذا جاهل، لا يؤخذ كلامه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر يقول: أنا دائما أتلفظ بالنية قبل تكبيرة الإحرام، فهل يجوز ذلك؟ لا يجوز هذا، هذا بدعة. النية في القلب، محلها القلب، والتلفظ بها بدعة كما قرر أهل العلم ذلك، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يتلفظ بالنية عند الصلاة ولا عند غيرها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم. أحسن الله إليكم. رجل خشي من خروج وقت العصر وهو راكبا في الحافلة مسافر، ولم يستطع أن ينزل ويتوضأ ويصلي، فصلى على حاله جالسا على مقعده ركعتين قبيل أذان المغرب بدقائق معدودة، فهل تجزئ صلاته أم لا بد أن يعيد الصلاة بعد وصوله؟ قال الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. هذا صلى وأدرك الصلاة قبل خروج وقتها فصلاته صحيحة إن شاء الله، ولكن لو أنه حاول أن يستعمل التيمم على شيء له غبار من أمتعته أو مما حوله كن هذا أحوط بلا شك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر يقول: يلاحظ كثيرا على بعض المصلين في المساجد مسابقة الإمام بالتقدم أو التأخر عنه، نرجو التنبيه في هذه المسألة. لا تجوز مسابقة الإمام ولا موافقة الإمام، بل لا بد أن تكون أفعال المأموم بعد أفعال الإمام مباشرة. قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد أسجدوا، إلى آخر الحديث. تكون أفعال المأموم بعد أفعال الإمام مباشرة ولا يتقدم عليه، فإذا تعمد التقدم عليه بطلت صلاته، إلا إذا استدرك وجاء بها بعده، فلو أنه سجد قبله أو ركع قبله ثم تنبه فجاء بالركوع بعد الإمام أو السجود بعد الإمام واستدرك صحت صلاته، أما إذا استمر وهو متعمد إنها لا تصح صلاته. نعم. أحسن الله إليكم. نرى بعضهم يسلم مع الإمام، فهل هذا جائز أو من المسابقة؟ نعم، يصبر إلى أن ينقطع صوت الإمام بالتسليم ثم يسلم، هذا مثل التكبير أيضا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر يقول: أنا ساكن في قرية، وأثناء طريقي إلى الصلاة في المسجد أجد بالطريق من لا يذهب للمسجد وأسلم عليهم، فهل علي شيء؟ ما يكفي أنك تسلم عليهم، أمرهم بالصلاة، انصحهم، قل لهم صلوا أداكم الله، أدركوا الصلاة، نحو ذلك. سلم عليهم ولا تأمرهم بالصلاة لا خطأ. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر يسأل عن الشرك الأصغر، بارك الله فيكم، وهل هو مخرج من الملة؟ الشرك الأصغر هو ما جاء في الأدلة تسميته شركا ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر، مثل يسير الرياء بالعبادة، مثل قول والله لولا الله وأنت ما شاء الله وشئت، هذا يكون في الألفاظ. الشرك الأصغر يكون في الألفاظ ويكون في النية أيضا، مثل الرياء والسمعة
يكون ظاهرا ويكون باطنا، ولكنه لا يخرج من الملة وإنما ينقص التوحيد. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إذا اجتمع أناس وجمعوا من أموال الزكاة لشراء بيت لأيتام فقراء، فما الحكم في ذلك؟ وهل على هذا المال إذا حال عليه الحول زكاة؟ هذا من أعمال البر وأعمال الخير، جزاهم الله خيرا. وإذا حال الحول على هذا المال المجموع إنه تجب فيه الزكاة، لأنه لم ينفذ فيما أريد له، فهو لم يخرج عن ملكية أصحابه حتى ينفذ فيما أرادوه له. كل يزكي ما دفع، كل يزكي ما دفع من المال. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: نحن مجموعة من المسلمين في خارج المملكة، وعملنا في مواقع مختلفة من الصحراء، وأقمنا أماكن نقيم فيها شرائع الإسلام، ولكن في صلاة الجمعة لا يكتمل العدد، فهل يشترط في العدد أن يكون 40 شخصا لصحة صلاة الجمعة؟ لا يشترط هذا. الصحيح الثابت أن من عقدت به صلاة الظهر تنعقد به صلاة الجمعة، وأقلها اثنان والإمام يخطب، يعني ثلاثة، إمام يخطب واثنان يستمعان، هذا أقل العدد للجمعة. ولا بد في إقامة الجمعة من أخذ الإذن، أخذ الفتوى من الجهة المختصة، مع الاستقرار في المكان. يشترط لوجوب الجمعة وصحة صلاة الجمعة شروط، منها الاستقرار في المكان. أما اللي في الصحراء ينزلون ويرحلون وينزلون، هؤلاء لا تجزي منهم الجمعة إلا إذا حضروها مع من يقيمها من المستقرين في بلد أو في هجرة أو في قرية. وأما المتنقلين في الصحارى ليس عليهم جمعة. كانت البوادي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حول المدينة، ولم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بصلاة الجمعة، فالاستقرار شرط لها. وأيضا لابد من الإذن الشرعي لإقامتها من الجهة المختصة. نعم. أحسن الله إليكم. هذه السائلة تقول: حفظكم الله، هل على المرأة صلة الأرحام كولد الخالة وولد العم، أو تكتفي المرأة بالاتصال عليهم؟ المرأة والرجل عليهم صلة الأرحام، هذا حق من الحقوق التي أمر الله بها: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، لهم حق بعد الوالدين. والاتصال إذا لم يستطع الإنسان إلا الاتصال في التلفون أو الجوال فهو يكفي، أما إذا استطاع أن يذهب إليهم أن يصلهم بالمال فهذا من حقهم عليه. نعم. سؤالها الثاني والأخير تقول: هل يجوز مقاطعة الأرحام الذين يأتي بمواصلتهم فتن ومشاكل وهم أهل مجاهرة بالمعاصي؟ ينصحهم، عليه أن ينصحهم، فإن امتثلوا وتركوا المعاصي وإلا فإنه يهجرهم إذا كان هجرهم رادعا لهم، أما إذا كانوا لا يرتدعون بالهجر فهو يواصل النصيحة معهم ويصلهم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائلة تقول: بارك الله فيكم، أمي أرضعت طفلا 5 رضعات مشبعات، لكن كانت هذه الرضعات لم يكن بينها تنفس أو انتقال من ثدي لآخر، فما الحكم؟ ما تكون رضعة إلا إذا ترك طفل أو تنفس، ترك الثدي أو تنفس. والرضعات المراد بها المصات، أن يمص الثدي ثم يتركه، ليس المراد الشبعة كما يراه بعضهم، بل المراد المصات، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان، يعني المصة، ولا المصة ولا المصتان، علق الأمر بالمصة. فإذا مص الثدي ودر عليه لبن وشاربه أو ابتلعه هذه رضعة، فإذا مصه المرة الثانية ودر عليه لبن هذه رضعة ثانية، وهكذا حتى يكمل 5. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: من نذر أن يصوم سنة كاملة، هل يجوز له أن يفي بهذا النذر أم يعتبر نذر معصية؟ يجب عليه الوفاء به، لأنه نذر طاعة وليس نذر معصية. إنما لو نذر صيام الدهر وأنه لا يفطر، هذا هو الذي لا ينعقد، لا صام من صام الدهر. أما سنة فقط أو أشهر هذا يجب عليه الوفاء به. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: مسافر لمدينة أخرى وسوف أقيم لثلاثة أيام، أريد أن أقصر وأجمع، هل يجب علي أداء الصلاة في المسجد جمعا وقصرا؟ إذا كان بجوارك مسجد فيه جماعة يجب عليك حضور الجماعة، الصلاة معهم، تتم الصلاة معهم، قوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، وأنت غير معذور. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل حفظكم الله يقول: بالنسبة لوالدي، دائما وأبدا يعطي أحد أبنائنا أو أحد إخوتي مبلغا من المال دون الآخرين، بحكم
صعوبة حياته الزوجية، فما الحكم في ذلك وهل لنا أن نطالب بذلك؟ هذا محمد الشمري من حائل. نعم، طالبوا بالعدل بينكم، قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. لا يجوز للوالد أن يخص بعض أولاده بالعطية دون الآخرين. نعم. أحسن الله إليكم. محمد علي يقول: ولدي توفي في شهر رمضان المبارك في العشر الأواخر، هل أقضي ما بقي عليه؟ لا، اللي ماته ما صام ما عليه شيء، ما أدركه، لم يدركه حتى تقضيه عنه. نعم. هذا محمد من اليمن يقول: ما رأي الشرع بالكفيل الذي يأخذ من المكفول مبلغا من المال تسمى كفالة أو كفيلة، فماذا تنصحونه بارك الله فيكم؟ لا يجوز له هذا، لأن الكفالة عقد إرفاق وإحسان، لا يجوز أن يأخذ على المكفول شيئا من المال. نعم. هل سورة الملك هي المانعة؟ وهل يعمل بالحديث الضعيف؟ حديث الضعيف يختلف الضعف، إذا كان له شواهد تقويه قد يترقى إلى الحسن لغيره، وإذا كان ضعفه ليس شديدا أيضا حديث الضعيف يعمل به، لكن يعمل به في فضائل الأعمال، في فضائل الأعمال والترغيب والترهيب ما لم يكن ضعفه شديدا. نعم. أحسن الله إليكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال، يقول: إن والدي كبير في السن ولا يقدر الذهاب إلى صلاة الجمعة، ويقول إنه مريض بسبب ما يخرج منه من أبخرة في الفم، هل يجوز ذلك وهل له أن يصلي في البيت؟ إذا كان ضعيفا ولا يستطيع المشي يركب في السيارة، الحمد لله الأمور متيسرة، ويصلي الجمعة مهما أمكنه ذلك. أما إذا كان ما يستطيع ولو ركب السيارة ما يستطيع، فإنه يصلي في بيته ظهرا، تسقط عنه الجمعة في هذه الحالة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، جزا الله الشيخ خير الجزاء وجعل ذلك في موازين حسناته. ونسأل الله العلي القدير أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. في الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.